السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذه قصتنا بقولها لكم. يقولون عند محسن الهزاني جاله ولد صغير، وذل عليها من الغي من الهوى، ذل عليها انه ما اما يطلع ويحب له احد ولا يجيب له كارثة ولا الوكاد. يقوم انت يا محسن من عاد الولد صغير، هو يقفل عليه في غرفته في بيته، تجيه امه كل صبح وتعطيه عيشته تعطيه معه، كل يوم تجي مقفل عليه في الغرفة ما يطلع الوكاد، وقعد فترة هو على ذا الحال. وتقوم أمه مرة وتعطيه العيشة وتعطيه الماء، ونسيت الباب ما سكرته. الوكاد يطلع لعند أمه بنية جيرانهم مزيونة وتكد شعرها. الوكاد يوم انه جاء وشاف انفتن، لأنه ما بعد شاف إلا أمه وأبوه. الوكاد يوم انها انفتن وشافها، تقوم المرأة وتخش البنية، قال يا يما هذه ويش هي؟ قالت هذا مغير ذيب. هو يسكت ويرجع لغرفته اللي تقفل عليه فيها. الوكاد يقعد في الغرفة، يوم جاء أبوها الصبح له كاتب لها قصيدة يقول فيها، يقول الذيب ما له قذلت انها الهلية، ولا لثمان مفلجات مهذيب، الذيب ما يمشط بالعنبرية لا وهني من مرقده في حش الذيب. سلامتكم.